انظر هنا معي، وهذه مسألة مهمة لمن أراد أن يضبط هذا الباب. ألوان دم الحيض أربعة هي المشهورة، وبعضهم يجعلها خمسة، وبعضهم يجعلها ستة، وبعضهم يجعلها سبعة. يدخلون القصة، وهم المالكية يدخلون القصة، القصة يدعونها حيضا. والصحيح أن القصة علامة الطهر، فهي من الطهر. ألوان الحيض أربعة بهذا الترتيب: أقواها الأسود، ثم الأحمر، ثم الكدرة، ثم الصفرة. هذه ألوان الحيض أربعة. الأسود ليس الأسود هذا، الأسود هذا، وإنما الأسود يعني الأحمر القاني، الأحمر القاني، ولا ما شيء أسود. وإنما العرب تسمي كل غامق أسود، ولذلك في حديث مسند أحمد لما قال: فقام رجل أسود من وسط المسجد فقال: يا رسول الله اقبل عني عملك، فإذا هو سعد بن عبادة. والقصدهم بالأحمر أي الزهري الفاتح، ليكون لون الزهري. إذن هذه الألوان الأربعة، الأول أقوى من الثاني، والثاني أقوى من الثالث، والثالث أقوى من الرابع. فعندما نقول بالقوة، التمييز بالقوة ما معناها؟ ليس بالكثرة، وإنما باللون، بقوة اللون. انتبه، لما نقول القوة نعني بقوة، قوة اللون لا بالكثرة. الكثرة ليس له، ليس علامة، ليس علامة، وإنما هي علامة ضعيفة في الترجيح. طيب،